السلام عليكم الخوت والخواتات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما كتشوفوا معنا هذه العدادي عندها 4 سنين، هي والولد ديالها جدع عندها 4 شهور تبارك الله. هانتوما كتشوفوا فيها 4 شهور كيفاش داير، اللهم بارك. بلوريقات بيديغري كتواجد في ميسور، اللي بغاها مرحبا. لوريقات الخوت، او بالنسبه للثمن السيد ما قالش الثمن، وتواصلوا معاه ويجعل الله الخير. العذرة كتواجد في ميسور، تواصلوا معاه وربي يسر الجميع. ما غاديش يكون شي ثمن اللي هو طالع. انتم كتشوفوا العوده كي دايره 4 سنين، وجدع تبارك الله 4 شهور، شوفوا كيفاش داير الجدع ديالها، اللهم بارك. او بالنسبه للثمن كما قلت لكم راه ما قال لياش، وانتم كتشوفوا كل شيء قدامكم الخوت. عودة وجدع ديالها للبيع بلوريقات، مشاركة في الكونكور، والله يسر لكم الخوت. وانتم كتشوفوا كل شيء قدامكم، وحنا ما تنسوناش الخوت بالبارتاج، واللي ما مشتركش في القناة يشترك باش نكبروا العائلة وتكونوا كذلك مشكورين، وتحياتي لكم الخوت.